يعني. صح فارس. السلام عليكم، اسم ديالي البشير عتومة، ديال العائلة عايش اللي كنعيش خارج أرض الواقع من إسبانيا، والصديق ديال ولد الكراكي في المنتخب اللي كيلعب مع سانتاندر. وشنو تقول للمغاربة على الركراكي اللي هذيك الفترة اللي عاش في سانتاندير؟ شي حاجة ما كيعرفوهاش المغاربة كاملين. والد كان مرضي وكان ديما في الجامع، ديما معنا في الجامع في خليران دافيدا في كابو ديال سانتاندير. كيجي عندنا واحد المحل ديال طبلة غالي فين المكسارة كانت ديالي، كيجي شي معدنا الحاملي بواحد الطريقة الإسلامية، وكان كان الإنسان متواضع معنا، وكان تارس واحد ديما في رجلو، وكان بقى معنا واحد المدة تمايا، وكيعمل معنا ديما في الجامع. وهذه المناسبة باش نوجه واحد الرسالة للساكنة يعني لنادي سانتاندير اللي عاش فيه واحد الفترة وكيرجعوا للفضل يعني في كونوا يعني سواء الراس من ديك التجربة هذيك، يعني اش كتقول أنت في هذه النقطة هذه ديال كنشكروا الإخوان ديالنا اللي تمايا، وكنا قلال بينا ديك الوقت كنا قلال بينا، وباقي نقلال في ديك البلاصة ديال الجاية المغربية في سانتاندير باقي نقلالين. وكتذكر ديك الفترة اللي عاش فيها الفترة بالضبط اللي كان فيها في سانتاندير اللي كان فيها في سانتاندير؟ كانت واحد الفترة صعيبة، وكان تارس برجلو ديك الأيامات، وكنبقى كانوا ما خلصوهم شي، وكان وقع واحد المشكل، وكان باش ندير سانتاندير دخل الحبس، وكان دوز واحد الفترة صعيبة. نعم، وشنو كتقول على هذا الانجاز ديال سانتاندير بالنسبه لك؟ كيمثل بالنسبه لك انت كواحد يعني كتعرف وليد، كتعرف احسن لاعب واحسن مدرب اللي داز في التاريخ، وكنفتخروا به بزاف. نعم، واش كتقول على الشخصيه ديال وليد يعني والبيرسون ديالو كيفاش تعاملوا؟ بحال اللي كيقول هو سوي مو اغيوس ودي ماغويكوس. نعم، يس يوسف يعني 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 واحد يعني قنق كنقولوا حنا راس يا راس يعني الا كيفكر بالعقل ولي ودائما خصنا نعملوا النيه، وهذيك القضيه ديال النيه راه كيلعب على المورال ديال اللعابه، يعني اكيد يلعب على الجانب النفسي والجانب المورال مهم في الرياضه، وهذا مهم. وكان تعاون معنا كنشكره بزاف، كان تعاون معنا في واحد الجامع تما هي اللي فتحنا جديد في طورنا بغا، كان هو تعاون معنا فيه. نعم، كنشكره بزاف. واش هاد القضيه ديال رضات الوالدين عندها شي حاله شي دفعه في هذا المنتخب هذا؟ واخا يقولوا لنا واحد المشكل اللي بغيت نقول لك هو عنده القجع تا هو معاونو تمايا، وحنا معاه تمايا، نعم. واش كتقول شي يعني عندك يعني امل باش المنتخب المغربي يدي هذا الكاس؟ هذا الكاس هو قالنا خصنا نحلموا، حنا باقي نحلموا عندي وان شاء الله. اذا هذه رساله من عتو، تحيه من الناس الرياضيين ديال مدينه العرائش، يعني والحي التاريخي ديال يعني ديال الباركي. نعم، الكره القادم، وان شاء الله ولد غيشوف هذا الفيديو هذا وراه غاي، فهمتي؟ هو الصديق ديالو هو حامد. واش هي الرساله الاخيره اللي كتوجه للكراكي بهذا المسار ديالو، ولا بالنسبه ل يعني اللي ما جي المقابلات اللي ما جي؟ اللي ما جي مربوحه اخاي، كاس العالم ديالنا بلا ما حنا نحلموا، حنا دابا كنحلموا، عايشنا هذه الايامات مع الدول ما كناكلوا ما كنعسوا، وعايشين واحد الطموح معاه كبير اللي ما عشناه في حياتنا، ولكن واخا حنا كنعيشوا معاه كنعيشوا واحد المعيشه صعيبه، لما مشي ديالو حنا شويه صعب، راه ضعفنا طوسو دافينا سكون، اما يدي الكاس اما يخليونا نعسوا. Yeah, that's all.